متابعين حلقتنا بناتشر تمام موجود معك كله تمام كل شيء منيح كله تمام اليوم رح نحكي مثل ما قلنا عن إعادة تدوير لا رح نحكي رح ناخد اتصالات اليوم بس المشاهدين ولا في إعادة تدوير لا ما لأنه عنا حلقة طويلة وفي طيب. كتير أسئلة اجتنا فأنا الأسئلة اللي اجتنا على فيسبوك محضر لها اوريدي الأجوبة أوكي. وإذا في بحبوا يتصلوا فينا هلا أنت بتعطي الأرقام ما بعرفهم مش حافظهم لا ما في أسهل من رقم الـ MTV 04-64 أو 3-4-3-0 هيدي هي سو إذا عندهم اتصالات بيبعتونا هون كمان بيقدروا يبعتوا لنا صور على فيسبوك على فيسبوك بيج تبع MTV Alive بنبقى بنطلع وبنجاوبهم بعدين أكيد. اليوم الأسئلة اللي عنا إياها كثير مختلفة عن بعضها فحلو هيك نشوف كمان قد ايه في يعني اسئله من المشاهدين اول سؤال هو اجانا عن بيسالونا اذا مزبوط انه الصبار اللي نحن بناكل عاده الفواكه تبعه اذا مزبوط الورق بيتاكل كمان تبعه منهم فانا حضرت صور عن هذه الشغله تنفرجي كمان عنهم الصبار بتعرف انه هي عندها هذا الورق يلي عاده هو في شوك وهيك أيوه. هلا البعضه بيكون طاري وعم بيطلع بسموه ببعض البلدان نو باليس نعم. ورح فرجي كيف يعني بينقصوا وعادة حتى بينباعوا بأسواق الخضرة مثل بمكسيكو هيك الورق مثل ما نشوفه بالصورة بينباع هلا كيف بيكلون ففي عدة طرق لنكل هذا الشيء مثلا بينقصوا بينحطوا أوقات هني بينباعوا أكيد خضرة بأي بلدان عم نحكي مكسيكو عادة هالبلدان أمريكا اللاتينية مطرح ما أصله هو الصبار بس هلا وين ما كان حتى بلبنان صار في ناس بيعرفون بيعملوا هيك فيهم ينقصوا وينحطوا مع الأوملات اهم شيء بس انه ننظف بالشوك يعني بس انه هي هينه الخبريه في كمان بينقصوا هيك مثل عم تشوف الورق الصبار يعني بينقص كوبات صغار او طوال بينشوا وكمان بيتاكلوا مشوي يعني كيف نحن الفلافله زيت الشيء مثل الفلافله مثل مثلا حتى الكورجات البندوره بس ما بيأذي لا ابدا لانه خاصه لما تشوي لا انا قصدي ما بيأذي الشتله لا لا انت ما رح تقصها كلها هي هيدي البلانت كثير قويه لدرجه انت فيك تشيل ورقه وتشكها بتصير شتلة فحتى بتاخذ اذا بدك شقفه منها وبتشكها بتصير شتلة لو معي بلانت كنت بفرجي كيف بتصير يعني بس هي كثير هينه فكيف ما بتقص بتقدر ترجع بلانت تكبر وحتى هي بتعتبر من انفيزيف سبيشيز يعني قد ما هي قويه بتتكاثر بسرعه كثير رح كمل بالصور تبع السوبر كيف كمان بيتاكلوا فدونك هون نشوف كمان كيف بينشوا في طرق حلوه وهينه كمان يعني انه بينقصوا وبينحطوا كمان بقلب كتير يعني أكل مثلاً وليك هيدا هون كمان كيف ينقصوا كوبات وواحدة من أنا أساس المفضل اللي جربتها مرة يلي بقصوا الصبيرة بحطوا بيناتهم الموتزاريلا وبعدين بتتاكل بهيدا الطريقة بتتاكل نية يعني؟ لا لا ليك فتت على هيدا الصورة هي بيفور وهيدا الأفتر هيدا الأفتر واو فهيدا بالنسبة لأول سؤال يعني ما كنت متخيل إنه هيك شيء فينا نعمل منه أكل 100% وأطباق Good to know. صح. رح ناخد اتصال. ألو. ألو بونجور. بونجور. ممكن أحكي مع بشمال؟ إيه تفضلي مين معنا؟ معك ندى. تفضلي ندى. شو سؤالك؟ بدي أسألك أنا عندي شتلتين كستنة عمرهم شي سنتين. ممكن لسا نزلهم على الأرض؟ على علو شي 500 متر. أوكي. شكرا لاتصالك ندى. الكستنة بلبنان ما بيمشي حاله تحت تقريبا 1000 متر. لانه بده سقعه ونفس الوقت بده الحراره تبع الصيف يعني هي عاده هلا بتكبر وكل شيء يعني هي الكستنه اجمالا بيعيش وين بيعيش السنديان بلبنان لانه هي من عائله السنديان بس ما بتقدر تعطي كستنه تحت ال1000 متر لانه بدها ساعات سقعه على 500 متر اذا انا سمعت منيح على 500 متر ما بتجي ساعات السقعه منا كافيه بتعلق اكثر سو ما رح تقدر تعمل كستنه واكيد ما بيمشي الحال هذا السؤال كان الكستنه كمل بالاسئله من عندي ايه هلا ثاني سؤال يلي هلا كثير بده عم يرجعوا يسالوا عنه الاشخاص والمشاهدين عم يسالوا عنه كثير لانه مشكل كثير كبير اللي عندهم غازون هلا بعد شوي ببلش يعني هو باخر ماي لجوان بس كانه بلش مشان هيك بعتلنا عنه يلي هن نوع من الدود ابيض بيكون بالغازون هيدا الدود اللي في خلي الغازون تبعك تقريبا شوي يصير اسود بثلاث اربع ايام فكثير لازم ننتبه له رح فرجي صورته ونحكي عنه وكيف كمان نتوقع فهو بيكون هيدي هي الدوده عم نشوفها هون قدامنا واحد بده يطلع بالجازون هي مش بس تجي على الجازون بتجي على اشجار مثمره هلا هيدي الدوده بدها عمليا تاكل كثير من الجازون
تتصير حشره. فليك كيف بتصير يعني هيدا الحشره بعدين يلي يعني بيعرف انه عنده هي الحشره بكثره. هلا اسمها ميلولونتا بس انه بالعربي بسموها او ادزيز او عم بسموه كثير اسامي. والاسم لما تكون دوده بسموها ميلوش. بس كثير مهم نعرف انه هيدي الدوده هي اللي بدها تصير هيدا الحشره. اوكي هلا في حشره ثانيه فيها تصير هيدا الدوده كمان يلي هي هيدا الحشره بس اكثر هي ديك المأذيه. هلا هون المشكل انه الوقايه تبعها صعبه. يعني هيدا النوع من الدود اوقات الرش ما بيفيدها كثير يعني. فمشان هيك اكثر شيء بيفيد ننبش عليهم نقتلهم حتى ننكش تنقدر يطلعوا لانه هن بيكونوا حتى على الاشجار المثمره. هلا في انواع ادويه انا ما رح اعطيها هلا اللي سالنا بجاوبه على فيسبوك اسم الدواء. بس الاكثر شيء بيفيد مع هيدا الدود ننبش عليهم نقتلهم. العصافير بياكلون الدجاج بياكلون موجودين. ليك بتطلع على الغازون عاده بتشوفه بلش يسود مطارح فبدك تحفتر هيك شوي. بيسود مش يصفر. لا بيسود هيك يعني بتحس انه هي ليش اختفت هذا الشقفه يعني بيكون فيها دود قاعدين بالغازونات. اذا بتحفتر شوي بتشوفهم انه الغازون عفايش يعني فبتشوف مثل دود ابيض صغير موجود. هلا كيف هن كيف بيقدروا عاده يروحوا؟ في كثير انواع من مثلا الدجاج بيقدر كثير يخففهم لانه بياكلوا دود بنبشوا عليهم. اذا شفت مثلا اوقات عندك عصافير كثير عم بغطوا على الغازون عندك اكثر من اللازم بيكون في هذا الدود لانه بحبوا كثير ياكلوهم. ففي في عنده ادويه بس اذا تكاثروا مشان هيك واحد لازم دغري يطلع يعني. هلا بس مش اذا شفت تكاثروا بسرعه كثير بسرعه لانه بتكون مثلا قطعت هالحشره بادت وين ما كان وهربت والبيت ببلش يفقس. فمشان هيك لازم ننتبه. بس مش يعني اذا شفنا شقفة غازون عملت هيك يعني في دود لانه الغازون عنده كثير اعداء يعني في يكون مشكل بالماء في مشكل بالرطوبه. بس اجمالا يلي عنده اياها هيدا الشغله من سنه لسنه لازم ينتبه. وكثير اشخاص ما بيعرفوا انه غازون بيكون بارفي بصير هيك في يكون هيدا الدوده. مشان هيك حطينا صورتها. اللي عنده اكثر اسئله في اكيد يبعث لنا صور او يسالنا عن هذا الموضوع. هلا بعد السؤال الثاني له علاقه بالغازون كمان عم يسالونا انه ليه بيكثر اوقات الموس بالغازون. فراح احط صوره ليعرفوا عن شو عم نحكي. وهيدا كمان شغله كثير خطره. الموس ان هيدا السجاد الاخضر اللي بيطلع على صخور بس اوقات بيطلع تحت ورقات الغازون تبعنا وهيدا مشكل كثير كبير لانه اذا طلع الموس بيقتل الغازون لانه بياخذ عنه النور. هلا ليه بيتكاثر يعني؟ بيتكاثر اون جنرال اذا نحن مفترض زرعنا جنينه وفيها شجر او الليلاندي على الطرف وهيك وكبروا وبطل يوصل نور اناف لقلب هيدا الجنينه والمي صار ما بقى بيتبخر اكثر. يعني اذا نحن عم نسقي زياده على الزوم اذا بطل في نوره او شمس عم تجي على الغازون بصير يطلع الموس. فمشان هيك عندنا شغلتين نعملهم ضد الموس. اول شيء في دواء فينا نشتري اسمه اونتي موس بينحط تقريبا بتشرين. ثاني شيء هيدا الشغله انا بدعي كل اللي عندهم غازون يعملوها على القليلة مرة بالسنة. شيء اسمه سكاريفيكاسيون يلي هو نفخة التربة مثل الصورة على اليمين أو هيك. بس إذا عنا مسافات كبيرة ما فينا ساعتها بدنا نشتري ماشين اسمه سكاريفيكاتور تنقدر نرجع نفوت الأكسجين على التربة. يعني الموس بتطلع أول شيء إذا كبر حواليها الشتل ثانيا إذا نحن ما عم نعمل هيدا السكاريفيكاسيون يلي هي كتير 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 أساسية. يعني كمان يعني الأشخاص اللي عندهم غازون لازم كتير يعني إذا بدنا نقول يعني يتعلموا أكتر على الغازون لأنه إذا ما بنستعمل هالأسس بصير في عنا أمراض. رح ناخد اتصال جديد. صباح الخير. ألو 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 تفضلي مدام. بدي أسأله مشان الصبار إذا بتريد. تفضلي. نعم تفضلي. ألو عم نسمعك. ألو ليك حكي عن الصبار وعلى أكل الصبار. في شغلة صايرة معنا من زمان ومع أكثر منا. الصبار إذا بتدقه وعندك مريض أو واحد عنده دملة خي مدام عم تسمعنا عبر التلفزيون تسمعنا عبر التليفون. شكرا لاتصالك. يمكن كيف بدك تخبرنا عن شيء فايده عن الصبار؟ عندك فكره عنه؟ لا ما سمعت منيح شو عم تقول. بس الصبار اكيد إذا عنده الشيء اللي بيطلع منه الليكيد للحبوب. هلا انا بخاف من هول الاسس. ليه؟ لانه لما نقول صبار فيها يكون قصدها هيدا البلانت، في يكون قصدها الالوي فيرا، في يكون قصدها الاجاف. فبدنا نعرف عن اي بلانت عم تحكي لانه كلهم عندهم فوائد مختلفة. هلا الصبار أنا حكيت عنها اسمها أوبونسيا المعروفة اللي بناكل منها الصبار. مزبوط عندها كثير فوائد طبية، عندها فوائد كمان على الجلد. يعني في كثير من أدوية الكوزمتكس بالعالم مستعمل فيها.
بس ما سمعت منيح تنعلق على شو كانت عم تحكي. مارك رح ناخذ بريك ونرجع لكل الحابين يتصلوا، نحن ناطرينكم بعد البريك. حلقتنا بتكافئ دائما بضحك باول بكون في اشياء عم بتصير بس تنبرر لانه انا فهمت شو صار مش بلا سبب. مارك بدنا نكفي بالاشياء اللي وصلت لك على الفيسبوك، بدنا نقول لكل يلي عم بيتابعونا انه نحن ناطرين اتصالاتكم على الارقام اللي عم تقطع على الشاشه، اذا عندكم اي استفسار حول اي موضوع الهواء مفتوح لكم وبيقدروا كمان يبعثونا على فيسبوك بيج اذا في صور كمان بنرجع بنجاوبهم. فأول شيء رح كمل هلأ ببلانتا بيسألونا عنها اسمها رومانيسكو، بيسألوا إذا هيدا عن جد هيك وإذا معدلة جينيا أو كيف وإذا هي بروكولي. فرح نفرج الصورة ليعرفوا عن شو عم نحكي. هي حاليا موجودة بالأسواق اللبنانية، كيف تنزل بتشتري بروكولي أو ملفوفة هي هيك موجودة. رومانيسكو هي نوع ملفوف ما له علاقة بالبروكولي. هلا هن كلهم مزيت العائلة بالآخر بس هي نوع ملفوف. لا منا معدلة جينيا بس تأصلت مع الوقت لصارت هيك. يعني كتير بدنا نميز بين التأصيل وبين المعدل جينيا. شو تأصلت؟ يعني؟ تأصلت يعني نحن هلا 90% من الفواكه اللي بنكلها ما كانوا مثل شكلهم مثل هلا، سو مع الوقت من 1000 سنه و2000 سنه جدودنا صاروا اذا بدك لنقول مثلا بالتفاحه، هو التفاح كان كثير صغير، صاروا كل الشجر اللي بيعطي تفاح كبير يرجعوا يزرعوا منه، الصغير يكبوه، مع الوقت صار التفاح كله كبير مثلا، يعني اوقات مثلا اعطيك اكزامبل لتعرف شو التأصيل، الملفوف والبروكولي وكمان الكرامب والشودو بروسيل، كل هول زيت النبته، حتى الكيل. فمع الوقت جدودنا مثلا قصلوا يلي عندهم ورق كبير صار الكيل، اللي ضل صغير عملوا له شودو بروسيل. فبتاخذ كثير وقت ب 1000 2000 سنه اوقات اقل يعني. فالتقصيل هو شيء طبيعي، كل الفواكه اللي نحن بناكلها هي هيك، مثل مثلا الكليمونتين ما كان موجود بالطبيعه، جدودنا اوقات جوزوا اشياء وصار فيه الكليمونتين. يعني طعمه هي مش ضروري يكون الطعم، اوقات في يكون الطعم اوقات لا، بس تقصيل يعني اذا بدك لجينيتيك ما كاركتير معين هو اللي نحن نركز عليه. يعني اذا بدك مثلا كيف يعني لما يعني بتشيل اوقات مثلا كل الطوال مثلا بيطلعوا بعدين البذر صغير او بالقلب بس بتكون يعني. هيدي الخواص تبعهم يعني ولا مع الوقت موجودة. كمان بيصير عنده كاركترستيك اكيد يعني انت كانك عم يعني بالدي ان اي اذا بدك نحن فافوريز جان معين او كاركتر معين وبالاخر بيصير هيدا يلي هن بينقلوه للاولاد فيعني هيدا بدها كثير شرح بس انه هيدي هي الفكره واضحة. بس اكيد تطعيم كمان وحده منهم يعني الكليمونتين هو شيء مطعم فبس يعني ما هيدا اهم شيء نعرف يعني ما في تعديل جيني صاير بهول ما له تعديل مزبوط يعني منهم يلي عم بيسال كان السؤال سائل اذا هن اورجانيزم جينيتيك موديفاي معدلين جينيا هيدا لا فاكيد هي طيبه مهضومه يعني هي الفكره كمان شكلها اكثر انشهرت يعني الرومانيسكو يلي هي نوع ملفوف مش بروكلي. رح ناخذ اتصال. صباح الخير. بونجور. يا هلا يعطيكم العافيه. الله يعافيك. مين معنا؟ انا عم بحكي معكم وانتم بعدكم عم تقروا. اوكي انا كثير بحبه لمارك. ثانك يو. وكثير بستفيد منه ونهار اللي بنطره وما بيطلع بسبب شيء مباشر بعصب وتعوطي. اف هالشغله. ثاني شغله رح موت وانا على العلمون على الريسايكلينج بالبيت ما عم يتقبله. شو الحل عندك؟ الايكو يعني بكبوا لي علبه دخان مع الاكل بشيلها بروح بضلي على الزباله وغسل ايدي. شو عمرهم اولادك مدام؟ الو راح الاتصال. من حقيقه للمدام شو كان السؤال بس انا ما عم يتجاوبوا معه على عمليه يعني فرز النفايات اذا بدك بالبيت. اوكي اي هلا هذا الشيء كثير مهم انه هلا نحن يعني اذا بتبعنا انا بعت كثير اوقات محاضرات عن هذا الموضوع لان ما بنقدر نوصل الفكره بسرعه بس اجمالا لازم كثير يفهموا قد ايه الشغله هينه وقد ايه عندها فوائد. يعني سألت شيء عن الدخان انا كانه سمعت يعني مثلا مع الاكل بكبوا علبه الدخان يعني هلا في هلا هي قصه توعيه يعني مثلا تخبر اكزامبل يعني الدخان بحد ذاته فيك مثلا تقول لهم انه ينكب مطرح لوحده وتفرجيهم بعدين انه فيكم نافع مثلا في ناس عملوا هيك بالبيت حطوا الدخان بمطرح لوحده حطوا بعدين معه مي وهيدا المي مع مية الدخان هن اللي رشوا فيها بعدين المن
يعني اذا بدك يعني لازم نفرجي انه كل شيء بهيدي النفايات قدامهم قد ايه عنده فوائد. وهون قصه التجاوب يعني كمان كمان مهمه، بده يصير في ريوردز يعني وهيك. هلا اذا دائما عم تتابعينا وثانك يو على الالتقاء بالحمرات انا اذا بدك اوقات انا بعطي محاضرات عن هول القصص لانه ما عندنا وقت نجاوب عليهم، بس بنخصص حلقه لهذا الموضوع كيف نعطي انسنتيفز للاولاد. بتصور كنت عم تقول صحيح كرمال يصير اكثر في ريسيكلاج، بس كثير حلو انه في امات للولاد وللزوج اكيد يلي عم بيدخن علبه دخان بده يكون مزبوط. هلا انا اكسبيرينس تبعي بتفرج انه الاولاد كثير بتجاوبوا، الزوج مشكل ما بعرف شو بدنا نعمل، بدنا نشوف كيف نعمل، بس الا ما نلاقي لك حل مدام 100%. بنكفي معك يلا. هلا كمان في شخص عم بيسالنا عن نوع الجازون يلي ما بينقص وبينحط بالفاي، شو اسمه هيك؟ اسمه ديكوندرا، رح نفرجي صورته ليعرفوا. هلا هو بسموه جازون بلبنان بس هو مانو جازون، يعني هو نبته اسمها ديكوندرا. عم شوف الصوره، هو ليك اللي بنستعمله، بنستعمله مثل هون، يعني حدا عنده هلا شكل خشب تبع الشتل مثلا فيتين بعدهم، ما فيك تحط جازون، ما فيك تقص الجازون هيك مطرح، ففيك تزرع ديكوندرا. الافونتاجات تبعه انه بيقدر يعيش بالفاي، بيقدر يعيش من الساحل للجبل. ديزافونتاج انه ما فينا نمشي عليه كثير، يعني هو اكيد بيكون بس كرمال نعمل مساحه خضراء ومش اكثر. هلا بعدين عندنا سؤال كمان عن شيء حكينا عنه قبل وقالوا لنا نرجع نوضح شوي اكثر عنه، يلي هو فرجانا هذه الصوره قلنا عنه بيوران دو بريل، يلي هي مثل وصفه فيهم يعملوها ببيوتهم اذا بدهم يرشوا لامراض فطريه بس ما بدهم يجيبوا دواء من السوق يكون دواء سام او هيك. فشو هي البريل؟ هي هيدي النبته يلي موجوده بكثره كثير بلبنان، بالعربي اسمها مثل هالصوره مبينه قطع وصل او زنب الخيل، موجوده وين ما كان بلبنان حد المي. فبكفي انه نحن نجيبها بعدين نقصقصها مثل ما عم نشوف هون، ينحطوا ينقع البريل بمي لفتره تقريبا جمعتين تتبطل تطلع مثل بيول هيك، مثل يعني مثل نقع لفتره طويله، بعد شي جمعتين بنصفيها والمي اللي صارت موجوده هي اللي بعدين بنرجع بنحط لها مي زياده، يعني بنعملها ديلوسيون، بنرجع بعدين بنرشها على نباتات اللي عاملين امراض فطريه. هلا دائما مثل ما انا بقول هول بنسميهم نحن روسيت دو بون مير، يعني منا اذا بدك شيء مثبت علميا بس هيك بيعملوا عنا بالضياع وهيك بيعملوا برا اذا ما بدهم يستعملوا مبيدات، لانه اكيد المبيدات يعني مفعولها بكون اقوى وهيك، بس هيدي طريقه للامراض الفطريه، يعني اللي عنده مثلا رمد على الورد او هيك هذا الشيء بينفع. نحن هيك بنكون خلصنا فقرتنا، رح نحكي اكثر بالحلقات اللي جايه، رح نخصصها لمواضيع مرتبطه بشهر رمضان المبارك. عندنا التمر الهندي وعندنا قمر الدين السبت هيك صح. بقى لكل اللي عم بيتابعونا اكيد فيكم تعرفوا اكثر، رح نحكي اكثر عن اصلهم تاريخهم وفوائدهم وخصائصهم كمان. بدنا نقول كل اللي عنده اي سؤال لمارك في يتواصل معنا عبر الفيسبوك بيج او صفحتنا على الفيسبوك MTV Alive، واهم شيء يبعث صور تنقدر نعطيهم جواب. مارك انا بدي اشكرك، يعطيك الف عافيه وبتمنى لك نهار حلو. نحن رح نتابع حلقتنا ورح لاقي الشيف جاد على المطبخ تنكون مع طبخه جديده ضمن واتس كوكينج.